بتقديم الأعمال الصالحة والابتعاد عن كل شيء يلهينا عن ربنا عز وجل. فقال ربنا تبارك وتعالى في نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإذا لهتنا الدنيا عن ذكر الله، ولهتنا الدنيا عن طاعة الله، وإذا ابتعدنا عن الأعمال الصالحة كيف تكون النتيجة؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فماذا نفعل إذن ربنا؟ ماذا نفعل حتى ننجو من هذا الخسران؟ فقال ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. عبد الله، لماذا تريد أن تتأخر إلى هذا الأجل القريب؟ لماذا تريد أن تعود إلى الدنيا لهذه الساعة الواحدة؟ لماذا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن يا ترى في هذه اللحظة هل سيعود إنسان إلى الدنيا مرة ثانية؟ هل سيؤخر لك في أجلك أو في عمرك ساعة واحدة ترجع فيها لتحقق هذه الأمنية؟ يقول ربك عز وجل لك ولك: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فماذا نصنع يا ربنا؟ والله خبير بما تعملون. إذن قدم عمل صالح ينفعك في هذه اللحظة تقابل به ربك عز وجل. هذه مرحلة توقن فيها شرف العمل وتوقن فيها قدر العمل، من أجل ذلك تتمنى أن تعود إلى الدنيا مرة ثانية لتقدم عملا صالحا يكون لك في هذه اللحظة، في لحظة الموت. لأن العلماء قالوا إن العبد إذا عاش على شيء مات عليه. فإذا عشت في حياتك عبد الله على طاعة الله مبتعدا عن معصية الله فهنيئا لك، فوالله ستموت على هذا العمل. وإنك عبد الله إذا كنت قد عشت في هذه الدنيا على معصية الله عز وجل وأنت بعيد عن طاعة الله عز وجل، فاعلم يقينا أنك ستموت على ذلك.